التوزيع الجغرافي العادل للتعليم الأولي بمختلف جهات المملكة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة المعاصرة. تفضلوا السيد نائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة، سيد الوزير، أخواتي إخواني النائبات والنواب، سيد الوزير نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لرفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي بمختلف جهات المملكة، وشكرا. شكرا سيد نائب، كلمة لكم السيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة المحترمة. سيد نائب المحترم، بغيت نذكر هنايا واحد التاريخ أساسي بالنسبة للتعليم الأول. الأولي هو 18 يوليوز 2018، رسالة ملكية اللي عطات الأسس وخارطة الطريق ديال التعليم الأولي دي جودة التعميم ديالو، وأيضا الخطاب العرش ديال 29 يوليوز 2018، ومن بين الآليات الأساسية للحد من الهدر المدرسي ودعم التمدرس هو تطوير وتعميم التعليم الأولي. الحمد لله منذ الانطلاقة في سبتمبر 2018 استطعنا باش نرفعوا من وتيرات الاستفادة من هذا التمدرس، كنا في واحد النسبة ديال 50%، وصلنا اليوم ل 72.5%، تجاوزنا ذاك السقف، ذاك الهدف اللي كنا مسطرين في 2021 اللي كان هو 67%، عبر إحداثات، عبر إعادة تأهيل، عبر تكوين مربيات، واستطع التعليم الأولي العمومي انتقل من 12% إلى 23%، زيادة ديال 10 نقاط. ايضا كنا في 35% على المستوى القروي، ولينا في 65% على المستوى القروي حاليا. تمدرس ديال الفتيات القرويات ايضا رفع. الحمد لله جميع المؤشرات تجاوزناها، وهذا لان كاين واحد العمل مكثف كيقوموا به، لا كتقوم به لا الوزاره لا الشركاء ديالها، بما فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي خدات على عاتقها التعليم الاولي على المستوى القروي. ميزانيه هائله في الثلاث سنوات الاخيره، مليار و500 مليون درهم، مليار و650 مليون درهم، ومليار و600 مليون ديال الدرهم سنه بعد سنه في اطار هذا التعميم. التعميم اللي كنا مسطرين 2027 ان شاء الله غادي نوصلوا للتعميم قبل 2027، 2024 غادي نوصلوا التعميم التعليم الاولي ديال الفئه العمريه 4 سنوات. ديك الساعه غادي نوليو كنستقطبوا ونستقبلوا التلاميذ ديال الفئه العمريه ديال 3 سنوات. هذا الشيء ما يمكن له يكون الا بتاهيل التعليم الاولي الغير مهيكل، بما نسميه التعليم الاولي التقليدي اللي في تراجع. شكرا لكم السيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. السيد الوزير، في رسالة اللي تليتموها واللي وجهها صاحب الجلالة أمام المناظرة الوطنية الأولى للتعليم الأولي، جاء فيها: يسعدنا أن نتوصل إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية تجسيدا للغاية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي نعتبرها رافعة للتنمية متوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري. انتهى كلام صاحب الجلالة حفظه الله. سيد الوزير، هذا البرنامج الملكي السامي الحكومة ديالكم سيد الوزير والوزارة ديالكم كانت قاصرة في التسجيل ديالو سيد الوزير، بحيث العجز ديالها كان تام في التعميم ديال التعليم الاولي. وانتم سيد الوزير ملي كتقولوا 65% وهذا النسب، واش راضيين عليها حكومتكم وزارتكم؟ واش وليداتك 100% كيقراو التعليم الاولي، ولاد المغاربه يقراو 65%؟ واش هذا ماشي ذنب من الذنوب ديال هذه الحكومه؟ سيد الوزير، الغياب ديال الفضاءات الملائمة ديال التعليم الأولي، الغياب ديال المعدات والألعاب والتجهيزات الضرورية، الضعف ديال التكوين ديال المؤطرات والمؤطرين، غياب ديال نموذج بيداغوجي متكامل، تعدد المناهج والمقررات، قصور في العناية بالأطفال في وضعية صعبة. شكرا لكم السيد نائب، للأسف انتهى الوقت. شكرا لكم. هل من تعقيب إضافي؟
دلت عقيب إضافي.